طيب البعض بيقول ان اللحمه لو فكت من الفريزر ما ينفعش تتجمد تاني، هل ده صحيح؟ اه طبعا ده صحيح جدا، لان زي ما انا قلت كده، لما لو انا اولا في طريقه صحيحه لصهر اللحوم وانا بخرجها من المجمد عشان احافظ على اكبر قدر من القيمه الغذائيه بتاعتها، ان انا باخدها من المجمد في الليله اللي انا هطبخ فيها او هطهي فيها، بحطها على رف الثلاجه السفلي في وعاء محكم الغلق علشان السوائل بتاعته ما تلوثش بقيه المأكولات اللي في الثلاجه، واسيبها تنصهر براحتها لحد تاني يوم وعلى درجه المبرد، فما بيحصلش فيها اي تغيرات، وبعد كده باخدها اعمل عمليه طهي بالطرق المختلفه اللي انا بننسى هعمل. والله بنحطها في ميه سخنه عشان تفك، يعني ميه سخنه ميه سخنه بتسرع، اولا بتبقى فرصه ان بترفع درجه حراره اللحمه، فبتبقى بيئه مناسبه لنمو الميكروبات الكتير. بقى انت بترفع درجه حراره اللحمه وسيبها فتره طويله اكتر من ساعه او ساعتين، فبتبقى بيئه مناسبه لنمو ونشاط الكائنات الحيه الدقيقه دي، بتحدث تغيرات في الطعم والريحه، او ممكن يحصل فيها تلوث بالميكروبات المختلفه. يعني افضل طريقه تماما على فكره فك اللحمه بالميه السخنه، احنا نسيبها تفك براحتها على رف الثلاجه في وعاء محكم الغلق عشان السوائل فيه والسوائل بتنفصل منه ما تلوثش بقيه الايه المأكولات يعني في الثلاجه. طيب دكتور، هل بالضروره يعني حضرتك تتكلم دلوقتي قلت انه يا اما بيحصل حالات تسمم يا اما فساد اللحمه، هل بالضروره ان اللحمه الفاسده على سبيل المثال لو تم طبخها تسبب تسمم؟ وهل برضو في حاله اخرى انه ممكن يحصل فيه تغيرات مثلا في اللحوم نفسها، ممكن ما يبانش للشخص العادي بالعين المجرده ان في ان اللحمه دي باظت، يعني ما يبقاش في ريحه مثلا، ما يبقاش في تغير ملحوظ في لون اللحمه بس تسبب تسمم؟ في بعض، احنا بنقسم الكائنات الحيه الدقيقه او الميكروبات الى ميكروبات مسببه للفساد وميكروبات مسببه للتسمم الغذائي. الميكروبات المسببه للفساد اللي بتسبب لي تغير في الطعم والريحه انما واللون او القوام الخاص الحساسيه المختلفه ديت، وبتبقى غير صالحه للاستهلاك بس ما تسببش تسمم. وفي الميكروبات اللي بتسبب التسمم دي وميكروبات مختلفه يعني ديت وجودها باعداد معينه حسب المواصفه المفروض لو ما بكشف عنها ولقيتها بترفض اللحمه، يعني بتبقى غير صالحه للاستهلاك، اللي ده وجودها بيسبب طبعا تسمم بدرجاته المختلفه يعني. ومن نعمه ربنا ان الميكروبات المسببه للتسمم دي بتموت على درجه حراره الطهي، فلو انا طهيت اللحمه على درجه حراره الطهي بطريقه صحيحه بضمن ان ايه؟ ان هي تبقى خاليه من الكائنات الحيه المسببه للتسمم الغذائي. طيب معلش انا عايز اخرج شويه من اللحوم، لان في حاجات مصاحبه للحوم برضو بنحطها في الفريزر، بالنسبه للاكلات اللي الناس بتجهزها وتحطها في الفريزر برضو تقعد شهر وبتاع وتطلعها وتسخنها، طبيخ بقى والحاجات دي، هل في حاجات فعلا يعني المعروف او اللي الناس بتقوله ان الملوخيه بتدوت حتى لو في الفريزر، هل الكلام ده صح؟ هو الملوخيه طبعا من اللي هي المأكولات من الخضار يعني، فيفضل ان انا ما اغليش الخضار اكتر من مره علشان بيفقد كتير من قيمته الغذائيه. وطريقه اعداد الملوخيه ان هي ما بتتغليش وانا بعدها بطيها يعني ما بتتغليش كتير، فبتهيالي ما بتبقاش زي ما قلت عرضتها لدرجه حراره الطهي اللي هي حوالي 75 درجه مئويه لمده زمنيه بتوصل لكل جزء من اجزاء الغذاء، دي بتضمن لي ان قتلت كل الكائنات الحيه المرضيه ومعظم الكائنات الحيه المسببه للفساد. فوجود الخضروات في الثلاجه فتره طويله في الفريزر في الفريزر الثلاجه الخضروات الملوخيه مطهيه مطبوخه ما تتحطش في الفريزر، يعني لو اضطرينا بنشيل الناس بتشيل اكلات والله ما تتحطش في الفريزر. ايوه يعني اكلنا منها النهارده اكلنا بكره، لا تتحط في المبرد تحت في الثلاجه تحت، انما ما تتحطش الملوخيه في الفريزر. طيب يعني برضو في نفس السياق سؤال شاذلي، احيانا في ناس مثلا تحب تجهز الخضروات تبقى نص مطهيه عشان لما تحب مثلا تستخدمها تبقى سريعه، يعني تقدر تعملها بسرعه، على سبيل المثال برضو نفس الملوخيه مثلا، في ستات تبتدي تخرطها مثلا وبعدين حتى بعد ما تخرطها ليها طريقه، ما انا مش عايزه افتي بصراحه من هو الخضروات النصف مطهيه دي، هو السؤال بس انا ما ايه هو ما وصلوش يعني
النصف مطيه غير اللي هي اللي مطبوخه وانا بستهلكها، بستهلك جزء واحطها وارجع اسلك. بس صدقني والله في ناس بتعمل كده في الملوخيه في كل حاجه. لا في ملوخيه اللي هي المجمده. لا 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 ما اقصدش والله الملوخيه بتاعت البيت زيها زي البسله بتاعت البيت، الناس بيطبخوا فياكلوا منها المره دي ويروحوا حاطين الباقي في كيس وحاطينه في الفريزر اليوم تاني الاسبوع الجاي. الناس كلها بتعمل كده يعني، فده اللي كنت بسالك عليه. تمام، هي الخضروات المجمده النصف مطيه ديت بنعرضها لدرجه حراره السلق دي، ودي مهمه جدا لان بتقلل الحمل الميكروبي، بتديني الطعم بتاع طعم الاغذيه المطبوخه الطعم المقبول، وبتوقف لي عمل الانزيمات الطبيعيه اللي بتسبب فساد الخضروات يعني. ودي بتبقى بتخزن في التجميد بدرجه امنه يعني، ولها مواصفات في فترات تخزين الخضروات المجمده، لكل كل نوع خضر له مده حفظ حسب المواصفه بتاعته يعني.